حسب توجيهات السيد المحافظ المحترم والسيد مدير بلدية الموصل المحترم، فإن الأعمال جارية في موقع مشروع إنشاء مترزة في الغابة الجنوبية، علما أن جميع الأعمال قد اكتملت باستثناء الأعمال الزراعية، وجاري العمل بها بعد أن تم حقيقة شوية صار تأخير بسبب إعداد أمر تغيير بنوع الأشجار بما يناسب موقع الغابة الجنوبية، وحاولنا أن تكون الأشجار متنوعة وذات مظهر يلائم الموقع. فبعد أن تم استحصال الموافقة على أمر التغيير باشرنا بتجهيز الأشجار، ونقوم الآن بعملية زراعاتها بإضافة إلى زراعة ورود وبشكل تنسيق للموقع، وإن شاء الله خلال فترة قصيرة جدا سيتم إنهاء إنجاز المشروع وافتتاحه بإذن الله. أكيد الأمطار وسوء الظروف الجوية أثرت كثيرا على الأمطار، لأن عملية الزراعة تعتمد على التربة، مما اضطرنا لبعض المعالجات وأدى إلى تأخير في عمل. كذلك صار التغيير في نوع الأشجار بشكل أمر غيار، واستحصال الموافقات أدى إلى تأخر نوعا ما مدة المشروع. نسبة إنجاز المشروع تقدر ب 97%، وإن شاء الله خلال فترة قصيرة جدا تكتمل أعمال الزراعة ويتم إنجاز المشروع.